افتتح بجامعة المنيا عدد من المشروعات الصحية والتعليمية، منها مبنى جديد بمستشفى طب وجراحة الأطفال ومبنى كلية دار العلوم. وخلال افتتاح تلك المشروعات أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور أيمن عاشور أن الإنجازات وأعمال التطوير التي تشهدها المستشفيات الجامعية تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير وتحديث المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية بغرض تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. كما شدد على أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية. تم افتتاح بعض المستشفيات الجامعية، تم افتتاح مستشفى الرمض بجامعة المنيا، وتم افتتاح التجريبي للمستشفى الثلاثي لمستشفيات جامعة المنيا، طبعا عشان تخدم طبقة كبيرة جدا من مرضى عندنا في مستوى محافظة المنيا، وطبعا مع تدشين العلاقات بين ثلاث محافظات الإقليم المنيا وبين سويف والفيوم، تتشرف جامعة المنيا بهذه المستشفيات الكبرى اللي تم افتتاحها إن شاء الله بخدمة برضو المرضى في الثلاث قطاعات بالثلاث أقاليم اللي احنا فيها إن شاء الله. النهاردة طبعا كان في شرفنا بزيارة معالي الوزير التعليم العالي، وكان في المجلس الأعلى للجامعات كان افتتاح بعض الحاجات في المستشفيات الجامعية وتدشين التحالف بتاع شمال الصعيد للجامعات، ودي نقلة في الاستراتيجية في التعليم وفي الاستفادة والربط ما بين التعليم وبين الصناعة.